السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كراشيه كافيه. في فيديو النهاردة هنتعلم طريقة عمل مفرش دائري شكله حلو جدا جدا، قطره بيساوي 55 سنتي، يعني اكتر من نص متر تقريبا. وانا استخدمت معاه خيط ديفا بلاس باللون الفستقي الفاتح، لكن لو انت بتحبي الشكل الفانتج او الكلاسيك للمفارش اشتغلي نفس المفرش باللون الابيض او اوف وايت او بيج، هديكي شكل كلاسيك حلو جدا. وبرده لو عاوزة شكل كلاسيك اكتر اشتغلي بخيط اليس فوريفر فتلته ارفع، وقدمت بيه فيديوهات قبل كده زي طاقية الصلاة ووحدات للمفرش. بالنسبة للخيوط تقدري تستخدمي اي خيط متوفر عندك، انا بالنسبة لي بفضل خيط ديفا بلاس. ووضحت قبل كده انه افضل خيط لعمل المفارش، خاصة للناس اللي ما بتحبش تشتغل بخيوط رفيعة وعاوزة فتلة وسط عشان المفرش يخلص بسرعة وما ياخدش وقت. فخيط ديفا بلاس هو انسب خيط، وانا اوريدي برضو اشتغلت بيه في فيديوهات مفارش قبل كده وعملت عنه ريفيو كامل، والفرق بينه وبين ديفا العادي واي فيديوهات ذكرتها هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. كمية الخيط هنحتاج شلة وربع او حوالي 125 ل 130 جرام من الخيط، وهستخدم معها خيط ديفا بلاست ابرة كروشيه مقاس 3.5 ملي. خيط ديفا بلاست متوفر عندنا في شركة الفجر بكل الوانه، وتقدروا تطلبوا اوردر باي كمية عن طريق التواصل على رقم الواتساب الموجود على الشاشة. هنبدأ شغلنا بعمل الدائرة السحرية. هنرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، 3 سلاسل دول هنحسبهم معانا اول غرزة عمود، وهنزود عليهم كمان 15 غرزة عمود، بحيث الاجمالي هيبقى 16 غرزة عمود داخل الحلقة. فده العمود رقم 1 داخل الحلقة، 2 العمود رقم 3، وكمل لحد ما يبقى اجمالي عدد العواميد عندي 16 غرزة عمود. خلصت 16 غرزة عمود، هضم الخيط عشان اقفل الحلقة او هشد الخيط، وهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. يبقى انا كده اكتمل عندي 16 غرزة عمود. هبدأ في الراوند اللي بعديه، ارتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، هحسبهم معايا اول غرزة عمود، وفي نفس الغرزة اللي انا وصلت فيها اللي هي ارتفاع السلسلة وارتفعت بالسلاسل هشتغل كمان غرزة عمود. انا كده اشتغلت تزايد، بعدها 2 سلسلة، 1 2، وهلف الخيط وافوت الغرزة اللي بعدهم واروح على اللي بعدها واشتغل فيها غرزتين عمود. يبقى انا بفوت غرزة وفي اللي بعدها بشتغل غرزتين عمود وبعدهم 2 سلسلة. بعد ما خلصت غرزتين عمود في نفس الغرزة 2 سلسلة، افوت غرزة عمود واحدة. دايما عينيكي على حرف الفي زي ما دايما بقول لكم عشان ما تتلخبطوش، بلاش تبصوا للعواميد، دايما عينيكوا على حرف الفي. بعد ما خلصت التزايد هنا 2 سلسلة هفوت عمود، اروح على العمود اللي بعديه 2 عمود في نفس الغرزة، بعدها 2 سلسلة وكرر لنهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند وطبعا ماشية بنفس التسلسل، وهنا بعد الاثنين عمود بعدهم 2 سلسلة هقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة من اول 3 سلاسل بدأت بيهم. وعشان نتأكد انه شغلنا صحيح، المفروض انه عدد الفراغات الناتج عن الاثنين سلسلة يبقى عددهم 8 فراغات كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، هبدأ في الراوند اللي بعديه وهرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، وهروح على طول على غرزة العمود اللي بعدهم وهشتغل غرزة عمود واحدة. اوكي، يبقى انا كده في كل عمود اشتغلت عمود بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح على المجموعة اللي بعدهم برضو في كل عمود هشتغل عمود. يبقى احنا في الراوند ده في كل غرزة عمود بنشتغل عمود، فبيبقى عندنا طبعا عمودين وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3. اكرر لنهاية الراوند، اروح على العمودين اللي بعدهم هشتغل في كل عمود غرزة عمود واحدة بعدهم 3 سلاسل، ونكرر. وصلت لنهاية الراوند وطبعا بعد الاثنين عمود بعدهم 3 سلاسل، وهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. راوند اللي بعدين نفس الخطوات بالظبط، بس عدد السلاسل هيبقى 5، فنرتفع بثلاث سلاسل، العمود اللي بعديه غرزة عمود واحدة
خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهروح على الاتنين عمود اللي بعدهم وهشتغل في كل عمود غرزة عمود. يبقى انا مش بغير اي حاجة خالص في العواميد، كل عمود بشتغل في غرزة عمود واحدة، الفرق بس في عدد السلاسل اللي هم بقوا خمس سلاسل بدل تلاتة. بعد الاتنين عمود خمس سلاسل، واحد، واكرر لنهاية الراوند، اروح على العمودين اللي بعدهم غرزة عمود واحدة في كل عمود بعدهم خمس سلاسل، واكرر، ولما اوصل لنهاية الراوند طبعا اخر حاجة عندي هتبقى خمس سلاسل، واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. خلصت راوند وهبدأ في الراوند اللي بعديه، ارتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبرضو في غرزة العمود اللي بعدها هشتغل غرزة عمود. طبعا في ناس توقعت انه برضو هيبقى نفس الراوند اللي قبليه وهنشتغل عمودين في العمودين، بس عدد السلاسل هيبقى سبعة بدل خمسة. لا، المرة دي الطريقة هتختلف، فبعد العمودين هشتغل خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهروح على الفراغ الناتج عن الخمس سلاسل، هشتغل هنا غرزة حشو. بعدها خمس سلاسل، وهلف الخيط واروح على العمودين وهشتغل في كل عمود منهم غرزة عمود. بعد العمودين هكرر خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اروح على الفراغ اشتغل حشو بعدهم خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واروح على غرزتين العمود اشتغل في كل غرزة منهم غرزة عمود واحدة. بعدهم خمس سلاسل، واروح على الفراغ الموجود هنا حشو، وبعدين خمس سلاسل، واروح على العمودين اشتغل في كل عمود منهم بعدهم خمس سلاسل، واروح على الفراغ اشتغل حشو بعدهم خمس سلاسل، واروح على العمودين واكرر لنهاية الراوند. وصلت لنهاية الراوند واخر حاجة عندي اتنين عمود خمس سلاسل غرزة حشو داخل الفراغ، واخر حاجة خمس سلاسل، واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة، وابدأ في الراوند اللي بعديه. هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهروح على غرزة العمود اللي بعديه على طول، هشتغل عمود بعدهم ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهروح على الفراغ الموجود هنا هشتغل حشو بعدهم خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واروح على الفراغ الموجود هنا واشتغل حشو. اوكي، بعدهم ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الخيط واروح على غرزتين العمود الموجودين هنا واشتغل في كل غرزة منهم عمود. يبقى التكرار بتاعي هيبقى عمودين ثلاث سلاسل حشو، خمس سلاسل حشو، ثلاث سلاسل، عمودين. بعد ما خلصت العمودين هكرر، بعد العمودين على طول لازم يبقى فيه ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، اروح على الفراغ حشو بعد اول ثلاث سلاسل بيبقى فيه خمس سلاسل، بروح على الفراغ اللي بعدهم حشو قبل الاتنين عمود ثلاث سلاسل زي ما بدأت هنا بثلاث سلاسل، ده بس الفراغ الوحيد اللي بيبقى فيه خمس سلاسل، بعديه تلاتة، اروح على العمودين في كل عمود منهم غرزة عمود. يبقى دايما قبل العمودين بيبقى فيه ثلاث سلاسل وبعدهم فيه ثلاث سلاسل، بعد العمودين ثلاث سلاسل، واروح على الفراغ اللي بعديه حشو بعدهم خمس سلاسل، اروح على الفراغ اللي بعديه حشو، وصلت للعمودين لازم قبلهم يبقى فيه ثلاث سلاسل فهشتغل ثلاث سلاسل، وفي العمودين هشتغل في كل عمود منهم واكرر. وصلت لنهاية الراوند وطبعا ماشية بنفس التسلسل، اخر حاجة هنا عندي خمس سلاسل حشو بعدهم ثلاث سلاسل، ووصلت لارتفاع اول ثلاث سلاسل بدأت بيهم فهقفل بمنطلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة.
هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهروح على غرزة العمود اللي بعدها وهشتغل فيها غرزتين عمود. في نفس الغرزة العمود التاني، فكده غرزتين العمود بقوم تلاتة. بعدهم هشتغل خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهروح على الفراغ اللي هو الفراغ الواسع الناتج عن الخمس سلاسل. ناخد بالنا، في هنا فراغ ناتج عن التلاتة، وهنا فراغ ناتج عن التلاتة، هنا الفراغ اللي في السنتر الناتج عن الخمس سلاسل. ناخد بالنا، هو ده اللي احنا هنشتغل فيه غرزة حشو. خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الف الخيط واروح على طول على غرزتين العمود، برضو ماليش دعوة خالص بالفراغ الموجود هنا، هروح على طول على العمودين وهخليهم تلات عواميد. اول عمود غرزة عمود واحدة بس، العمود التاني هشتغل تزايد. وكرر بعد التلات عواميد خمس سلاسل، اروح على الفراغ الناتج عن الخمس سلاسل. ناخد بالنا مش هنشتغل هنا ولا هنا، لا، الفراغ اللي هنا في السنتر الواسع الناتج عن الخمس سلاسل هشتغل فيه غرزة حشو. خمس سلاسل، الف الخيط اروح على العمودين على طول، خليهم تلاتة، تزايد في العمود التاني، بعدهم خمس سلاسل، اروح على الفراغ الناتج عن الخمس سلاسل حشو، بعدها خمس سلاسل اروح على العمودين اخليهم تلاتة، بعدهم خمس سلاسل، واكرر. قربت على نهاية الراوند، وطبعا مكملة بنفس التسلسل. هنا في الفراغ الموجود عندي هنا في غرزة حشو، بعدهم خمس سلاسل، وهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. هبدأ في الراوند اللي بعديه ارتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وفي غرزتين العمود اللي بعدهم هشتغل في كل غرزة غرزة عمود واحدة، فالتلات عواميد هيفضل عددهم ثابت. بعدهم خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهروح على الفراغ الموجود هنا اوكي، واشتغل حشو. خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اروح على الفراغ اللي بعديه حشو. كده تشكل عندي بعد التلات عميد في فراغين، واحد اتنين، بعدهم خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهروح على التلات عميد وهشتغل في كل عمود منهم غرزة عمود واحدة، واحد اتنين تلاتة. انه كده تشكل عندنا ثلاث فراغات، واحد اتنين تلاتة. بعد الثلاث عواميد هكرر نفس الخطوات، خمس سلاسل، اروح على اول فراغ بعدهم على طول حشو، بعديه خمس سلاسل، الفراغ اللي بعدهم حشو، تشكل عندي فراغين هكملهم تلاتة، الاول خمس سلاسل، بعدين اروح على التلات عواميد اشتغل في كل عمود منهم. كده تشكل عندي التلات فراغات بعد التلات عواميد خمس سلاسل، واكرر نهاية الراوند. خلصت الراوند، واخر حاجة عندي غرزة حشو بعدها خمس سلاسل، وقفلت بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. هبدأ الراوند اللي بعديه تلات سلاسل، دي هتبقى اول غرزة عمود، وهنا في العمود التاني في السنتر هشتغل تزايد، فكده هيبقى عندي العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة. الغرزة الاخيرة العمود الاخير هشتغل العمود رقم اربعة، يبقى انا كده التلات عواميد اشتغلت تزايد في العمود التاني اللي في السنتر، فعدد العواميد بقى عندي اربعة. بعدهم تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هروح على طول على الفراغ الموجود هنا واشتغل حشو. خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هروح على الفراغ اللي بعديه على طول حشو. خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الفراغ اللي بعدهم حشو. هنا وصلت ليه التلات عواميد، هخليهم برضو اربعة، بس زي ما هنا في بعدهم تلات سلاسل لازم يبقى في قبلهم تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة،
هروح على التلات عواميد، اول عمود غرزة عمود واحدة بس، العمود التاني غرزتين عمود، العمود التالت والاخير غرزة عمود واحدة بس. كده بقى عندي اربع عواميد. فبعد كده هرجع اكرر نفس الخطوات. ناخد بالنا من عدد السلاسل 3 5 5 3، فهنا برضو هكرر نفس الخطوات. بعد التلات عواميد لازم يبقى فيه تلات سلاسل، 1 2 3. هروح على طول على اول فراغ حشو زي ما قلنا 3 5 5 3، فهنا اشتغلت التلات سلاسل والحشو، بعدهم هيبقى 5 3 4 5. وهروح على الفراغ حشو، الخمس سلاسل الرقم 2 اللي بعدهم في الفراغ اللي بعدهم على طول حشو. اوكي 3 5 5، لسه فاضل لي كمان 3 اللي هما قبل التلات عواميد. هروح على التلات عواميد، عشان ما تتلخبطيش في عدد السلاسل اشتغلي بنفس الطريقة اللي انا قلتها 3 5 5 3. بعد التلات عواميد تلات سلاسل حشو، بعدهم خمس سلاسل حشو، بعدهم خمس سلاسل حشو، بعدهم 3، وتروحي على التلات عواميد تخليهم 4، ونكرر لنهاية ونكرر لنهاية الراوند. خلصت الراوند، واخر حاجه عندي غرزه حشو ثلاث سلاسل ومنزلقه في ارتفاع السلسله الثالثه. هبدا في الراوند اللي بعديه ثلاث سلاسل، وهشتغل في كل عمود غرزه عمود واحده. عدد العواميد هيفضل ثابت 4، ده العمود رقم 1، بعدي 2، بعدي 3، والعمود رقم 4 بعدهم خمس سلاسل، 1 2 3 4 5. وهفوت الفراغ الموجود هنا ناتج عن الثلاث سلاسل، وكل شغلي هيبقى على الاثنين فراغ الواسعين اللي ناتجين عن الخمس سلاسل في الراوند اللي قبليه. فبعد ما اشتغلت خمس سلاسل هفوت الفراغ ده واروح على اول فراغ ناتج عن الخمس سلاسل واشتغل حشو، خمس سلاسل، اروح على الفراغ الواسع اللي بعديه على طول الناتج عن الخمس سلاسل واشتغل حشو، بعدهم خمس سلاسل. هروح على مجموعة الاربع عواميد واشتغل في كل عمود منهم، وطبعا برضو هفوت هنا الفراغ الصغير الناتج عن التلات سلاسل زي ما فوت الفراغ الموجود هنا. هفوت الفراغ اللي قبل العواميد، وبعد الخمس سلاسل هروح على طول واشتغل في كل عمود غرزة عمود واحدة. وزي ما احنا شايفين اتشكل عندنا ثلاث فراغات، 1 2 3. بعد الاربع عواميد هكرر نفس الخطوات، بعد الاربع عواميد خمس سلاسل، هروح على طول على الفراغ الواسع. ناخد بالنا بنفوت الفراغ ده والفراغ الاخير، وكل شغلنا بيبقى على الاثنين فراغ اللي هنا في السنتر. بعد الخمس سلاسل هروح على اول فراغ حشو، خمس سلاسل، الفراغ اللي بعديه على طول حشو، خمس سلاسل، الف الخيط اروح على طول على مجموعة الاربع عواميد. بعدهم خمس سلاسل حشو، خمس سلاسل حشو، خمس سلاسل، واروح على مجموعة الاربع عواميد واكرر لنهاية الراوند. خلصت الراوند، واخر حاجه عندي خمس سلاسل وقفلت منزلقه في ارتفاع السلسله الثالثه. هبدا الراوند اللي بعديه، والاربع عواميد دول هيبقوا 5، فهرتفع بثلاث سلاسل. في العمود الثاني هشتغل تزايد، فده هيبقى هنا العمود رقم 2 والعمود رقم 3، غرزتين العمود اللي بعدهم هشتغل العمود رقم 4 والعمود رقم 5. يبقى احنا كده الاربع عواميد بقوا 5 عواميد. بعدها هنكرر نفس الخطوات اللي اشتغلنا بيها قبل كده، نفس برضو طريقة الثلاث سلاسل 5 5 3. فهنا بعد العواميد، بعد الخمس عواميد لازم دايما ثلاث سلاسل، هروح على طول على الفراغ اللي بعدهم حشو،
بعد الثلاث سلاسل خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الفراغ اللي بعدهم على طول حشو، كمان خمس سلاسل، اروح على طول على الفراغ اللي بعدهم حشو. كده بقى عندي تلاتة حشو، خمسة حشو، خمسة حشو، يبقى اخر حاجة تلات سلاسل، وهروح على طول على مجموعة العواميد اخليهم خمسة، واحد اللي بعديه تزايد خلاص، الاربع عواميد خليتهم خمسة، هبدأ أشتغل على السلاسل تلاتة خمسة خمسة تلاتة، بعد التلاتة بعد الخمس عواميد لازم تلات سلاسل، على طول الفراغ اللي بعديه حشو، خمس سلاسل حشو، خمس سلاسل حشو، وبعدهم تلات سلاسل، تلاتة خمسة خمسة تلاتة، اروح على طول على مجموعة الاربع عواميد اخليهم خمس عواميد، واشتغل تزايد في العمود التاني، بعدهم تلاتة خمسة خمسة تلاتة، واكرر لنهاية الراوند. خلصت الراوند، واخر حاجة عندي غرزة حشو وتلات سلاسل ومنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة، هبدأ في الراوند اللي بعديه. الخمس عواميد دول هيبقوا سبعة، وهنشتغل تزايد في أول عمود وفي آخر عمود، فارتفع بتلات سلاسل، ده هيبقى أول عمود اوكي، وفي نفس الغرزة كمان عمود، يبقى أنا كده اشتغلت تزايد في أول عمود. اللي بعديه هشتغل غرزة عمود واحدة بس، ده هيبقى العمود رقم تلاتة، اللي بعديه غرزة واحدة العمود رقم أربعة، اللي بعديه غرزة واحدة العمود رقم خمسة، والعمود الاخير تزايد، فهيبقى في الغرزة رقم ستة والغرزة رقم سبعة، الخمس عواميد بقوم سبعة، بعدهم خمسة خمسة خمسة، فهشتغل خمس سلاسل تلاتة كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ماليش دعوة بالفراغ الصغير الموجود هنا الناتج عن الثلاث سلاسل، هروح على طول على الفراغ الواسع الناتج عن الخمس سلاسل، هشتغل حشو خمس سلاسل، واحد، هروح على طول على الفراغ الواسع الناتج عن الخمس سلاسل اللي بعديه على طول حشو اوكي، خمس سلاسل واحد، واروح على طول على مجموعة الخمس عواميد واخليهم سبعة، اول عمود تزايد، اللي بعديه تلاتة، اللي بعديه أربعة، اللي بعديه خمسة، اللي بعديه ستة سبعة، بعديه خمس سلاسل خمسة خمسة، فهبدأ بأول خمس سلاسل، وكل تركيزي هيبقى على الفراغين الواسعين الناتجين عن الخمس سلاسل في الراوند اللي قبليه، فهروح على طول على اول فراغ، ماليش دعوة خالص بالفراغ الصغير الناتج عن الثلاث سلاسل، هروح على طول على الفراغ اللي بعديه حشو، خمس سلاسل، الفراغ اللي بعديه على طول حشو، خمس سلاسل، اروح على طول على مجموعة الخمس عواميد اخليهم سبعة، بعدهم خمسة خمسة خمسة، واروح على المجموعة اللي بعدهم واكرر. خلصت الراوند، وده شكل نهاية الراوند عندي، اخر حاجة خمس سلاسل ومنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة، وزي ما احنا شايفين كده تلات فراغات، واحد اتنين تلاتة، هبدأ في الراوند اللي بعديه، والسبع عواميد دول هيبقوا تسعة، تزايد في اول عمود وتزايد في اخر عمود، فتلات سلاسل، كمان غرزة عمود، ده هيبقى العمود رقم اتنين، اروح على طول على بقية الغرز واشتغل غرزة عمود واحدة بس، ما عدا العمود الاخير هيبقى فيه تزايد، فكده واحد اتنين، اللي بعديه تلاتة، العمود الاخير تزايد، فهيبقى العمود رقم تمانية وتسعة في اخر غرزة عمود. بعد كده هنرجع تاني ل يعني نسميها بقى قاعدة تلاتة خمسة خمسة تلاتة، وهنشتغل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، على طول بعد التلات عواميد بيبقى فيه تلات، بعد مجموعة العواميد بيبقى فيه تلات سلاسل، و
هروح على طول على اول فراغ، هشتغل حشو 5 سلاسل، 1 على طول الفراغ اللي بعديه حشو، كمان 5 سلاسل، فراغ اللي بعدهم على طول حشو. اوكي، 1 2 3، يبقى انا كده فاضل لي 3 سلاسل اللي هما بيبقوا على طول قبل العواميد، وهروح على مجموعة ال7 عواميد اخليهم 9، تزايد في اول عمود وغرزة عمود واحدة في كل العواميد الموجودة ما عدا العمود الاخير، هشتغل فيه عمودين، فال7 عواميد هيبقوا 9. بعدها هشتغل 3 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، بعدها 3 سلاسل، واروح على مجموعة ال7 عواميد اللي بعدهم واخليهم 9، واكرر لنهاية الراوند. خلصت الراوند، وال9 عواميد دول هنخليهم 13، فهنشتغل 3 عواميد في اول غرزة و3 عواميد في اخر غرزة. هرتفع ب3 سلاسل، ده اول عمود 1، وفي نفس الغرزة هشتغل كمان 2 عمود، كده 2 3، فكده اول غرزة بقى عندنا 3 عواميد. هروح على بقية الغرز اللي بعدها على طول، وهشتغل في كل غرزة غرزة عمود واحدة بس. وصلت للغرزة الأخيرة وعدد العواميد هنا عندي 10، فهنا في الغرزة الأخيرة هشتغل 3، فكده هيبقى 11، 12 في نفس الغرزة، و13، كده بقى عندي 13 غرزة عمود. بعدها هنرجع لطريقة 5 5 5، ف5 سلاسل، وهروح على الفراغ الواسع الموجود هنا، هشتغل غرزة حشو 5 سلاسل، اروح على طول على الفراغ الواسع اللي بعديه 5 سلاسل، سوري غرزة حشو، بعدها 5 سلاسل، وعلى طول اروح على مجموعة العواميد اخليهم 13، اول عمود 3 عواميد، بعديه غرزة عمود واحدة بس في بقية الغرز لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة 3 عواميد، واتأكد انه عدد العواميد وصل ل13، بعدها 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، واروح على المجموعة اللي بعدهم. خلصت راوند وبدأت في الراوند اللي بعديه وارتفعت ب3 سلاسل، وهنا برضو في العواميد هنكرر نفس الخطوات، فأول غرزة هيبقى فيها 3 عواميد وآخر غرزة هيبقى فيها 3 عواميد، بحيث انه اجمالي عدد العواميد هيوصل ل17. فهبدأ بعد ارتفاع السلاسل نفس الغرزة هشتغل كمان 2 عمود، كده بقى عندي 3 عواميد في أول غرزة. هروح على بقية العواميد اللي بعدها على طول، هشتغل غرزة عمود واحدة بس، وصلت للغرزة الأخيرة والمفروض أنه عدد العواميد هنا عندي 14 عمود، فهكملهم ب3 عواميد في الغرزة الأخيرة، والمفروض هيبقى العدد 17. بعد كده هرجع لطريقة 3 5 5 3، بعد العواميد 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعدهم على طول حشو، بعدهم 5 سلاسل، الفراغ اللي بعدهم حشو، بعدهم 5 سلاسل، الفراغ اللي بعدهم حشو، وبعدهم 3 سلاسل، واروح على طول على مجموعة العواميد في اول عمود 3 عواميد، وفي بقية العواميد اللي بعدهم غرزة عمود واحدة بس ما عدا الغرزة الأخيرة، برضو هشتغل فيها 3 عواميد، واتأكد انه عدد العواميد وصل ل17، وبعد كده 3 5 5 3، واروح على المجموعة اللي بعدهم. خلصت الراوند وبدأت في الراوند اللي بعديه وارتفعت ب3 سلاسل، وهنا برضو في العواميد هنكرر نفس الخطوات، اول غرزة هنشتغل فيها 3 عواميد واخر غرزة هنشتغل فيها 3 عواميد، عدد العواميد هيوصل ل21. فبعد ارتفاع ال3 سلاسل في نفس الغرزة هشتغل العمود رقم 2 والعمود رقم 3، هروح على بقية الغرز اللي بعدها على طول، وهشتغل في كل غرزة غرزة عمود واحدة بس،
ما عدا الغرزة الأخيرة 3 عواميد. عدد العواميد وصل ل 18، فضل عندي الغرزة الأخيرة هشتغل فيها آخر 3 عواميد. بعدها هنشتغل بطريقة تانية 3 5 3. بعد العواميد 3 سلاسل، 1 2 3، هروح على طول على الفراغ الواسع الناتج عن ال5 سلاسل وهشتغل حشو. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هروح على طول على الفراغ اللي بعديه حشو. اوكي، وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، واروح على طول على مجموعة ال3 عواميد. اشتغل في اول عمود 3 عواميد واكمل في بقية العواميد اللي بعد كده غرزة عمود واحدة بس لحد الغرزة الاخيرة اشتغل فيها 3 عواميد. عدد الغرز هيوصل ل 21 غرزة عمود، وبعدها هشتغل بطريقة 3 5 3. الخمسة المرة دي مش هتبقى مرتين، هتبقى مرة واحدة بس. فهروح على بعد ما اخلص مجموعة العواميد هشتغل 3 سلاسل وهشتغل حشو في الفراغ الواسع الموجود هنا، بعديهم 5 سلاسل واشتغل حشو في الفراغ الموجود هنا، بعديهم 3 سلاسل واروح على مجموعة العواميد اللي بعدهم. خلصت الراوند وهبدأ في اللي بعديه، وبرضو هنكرر نفس الخطوات. اول غرزة 3 عواميد واخر غرزة 3 عواميد. عدد العواميد هيوصل ل 25 غرزة عمود. فبعد ارتفاع 3 سلاسل في نفس الغرزة العمود رقم 2، في نفس الغرزة العمود رقم 3، وبعدين غرزة عمود واحدة بس في بقية الغرز لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة واشتغل فيها 3 عواميد. خلصت 25 غرزة عمود. هنا الغرزة اللي قبل الأخيرة دي الغرزة رقم 22، والغرزة الأخيرة اشتغلت فيها 3 عواميد، فهنا عندي العمود رقم 23 و24 و25. بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، هروح على طول على الفراغ الواسع الموجود هنا في السنتر هشتغل حشو. وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، المرة دي مفيش 5 سلاسل خالص، 3 و3. وبعدهم هروح على مجموعة العواميد هكرر فيهم نفس الخطوات. أول عمود هشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، وغرزة عمود واحدة في بقية الغرز. الغرزة الأخيرة 3 عواميد. عدد العواميد هيوصل ل 25. 3 سلاسل حشو في الفراغ اللي هنا في السنتر، 3 سلاسل واروح على المجموعة اللي بعدهم. خلصت الراوند وهبدأ في الراوند اللي بعديه. ارتفعت ب3 سلاسل وبرضو نفس الخطوات. اول عمود 3 عواميد في نفس الغرزة، واخر عمود 3 عواميد في نفس الغرزة. عدد الغرز هيوصل ل 29. بعد ارتفاع 3 سلاسل كمان غرزتين عمود في نفس الغرزة كده، 2 3، بقية العواميد غرزة عمود واحدة بس. خلصت 29 غرزة عمود. هنا طبعا برضو في الغرزة الأخيرة 3 عواميد. بعد ما اخلص مجموعة العواميد واتأكد ان العدد وصل ل 29، هشتغل بعدهم سلسلة واحدة بس واروح على طول على المجموعة اللي بعدهم واكرر نفس الخطوات. 3 عواميد في اول غرزة، غرزة واحدة بس في بقية العواميد، و3 عواميد في الغرزة الاخيرة. عدد العواميد هيوصل ل 29، بعدهم سلسلة وانقل على طول على المجموعة اللي بعدهم. خلصت الراوند وده شكل الشغل عندي، اخر حاجة سلسلة ومنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. دلوقتي المفروض ده الشكل اللي احنا وصلنا ليه. كيف عندنا هنا 8 وحدات، واحنا كده نعتبر خلصنا المفرش، فاضل لنا بس نعمل كمان 2 راوند وبعدها نبدأ في الاطار. هبدأ الراوند اللي بعديه وارتفع ب5 سلاسل، 1 2 3
أربعة خمسة. الخمس سلاسل دول عبارة عن 3 سلاسل عمود واتنين سلسلة فاصل. هلف الخيط وافوت غرزتين عمود. ناخد بالنا دايما تركزي على حرف الفي، واحد اتنين، في الغرزة التالتة هشتغل عمود، اتنين سلسلة، واحد اتنين، هفوت غرزتين عمود، واحد اتنين، في العمود التالت هشتغل عمود، وأكرر، اتنين سلسلة، واحد اتنين، أفوت غرزتين عمود، واحد اتنين، في الغرزة التالتة عمود، بعدها اتنين سلسلة، وأكرر. عاوزة برضه أوضح لكم، لما بنوصل للجزء ده اللي هو السلسلة الموجودة هنا برضه بنكمل بنفس التسلسل، فالمفروض هنا بيبقى فيه غرزة عمود بعدها اتنين سلسلة، وبنفوت غرزة العمود والسلسلة الموجودين هنا، يعني بنفوت برضه غرزتين، وهنا في العمود اللي في بداية المجموعة بنشتغل غرزة عمود، فهو نفس التسلسل بالظبط، بس في الجزء ده بنفوت عمود وسلسلة. في نهاية الراوند اخر حاجة عمود اتنين سلسلة، وهنا في عمود وسلسلة واحدة، هفوت كل الجزء ده واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة من اول 5 سلاسل. هبدأ في الراوند اللي بعديه ارتفع ب3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ده اول غرزة عمود بيحل مكان الغرزة الموجودة هنا، اروح على الفراغ اشتغل عمود داخل نفس الفراغ كمان عمود، الف الخيط اروح على غرزة العمود اشتغل عمود داخل الفراغ اتنين عمود، وكرر في غرزة العمود هنشتغل عمود في الفراغ اتنين عمود. وصلت لنهاية الراوند اخر حاجة غرزتين عمود داخل الفراغ، واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. هبدأ الراوند اللي بعديه 3 سلاسل، دي هتبقى أول غرزة عمود، هبدأ أعد لحد ما أوصل للعمود رقم 12، فده العمود رقم 1، هروح على طول على العمود اللي بعديه أشتغل العمود رقم 2، بعديه على طول 3، وأكمل لحد ما أوصل للعمود رقم 12. وصلت للعمود رقم 12، بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4، ألف الخيط وفوت 4 عواميد، 1 2 3 4، في العمود رقم 5 هبدأ أعد 12 غرزة عمود، ده العمود رقم 1، بعدي 2 3، وأكرر أخلص 12 غرزة عمود، بعدهم على طول 4 سلاسل، افوت 4 عواميد، في العمود الخامس ابدا اعد لحد ما اوصل للعمود العمود رقم 12، بعديهم 4 سلاسل، ونكرر. في نهايه الراوند ده هنا عندي العمود رقم 12، بعدي 4 سلاسل، فوت العواميد الموجوده هنا وقفلت بمنزلقه في ارتفاع السلسله الثالثه. هبدا في الراوند اللي بعديه، وال12 غرزه عمود دول عاوزين نخليهم 8 عواميد بس، فبعد ما قفلت بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة هروح على طول على الغرزة اللي بعدها وهشتغل كمان منزلقة، والعمود التالت كمان هشتغل فيه منزلقة، فأنا كده فوتت أول عمودين ووصلت للعمود التالت. هبدأ من هنا ارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، دول طبعا هيبقوا أول غرزة عمود، هروح على طول على العمود اللي بعديه وعد 2 اللي بعديه 3، وكمل لحد ما وصل للعمود رقم 8. وصلت للعمود رقم 8، فزي ما فوتنا هنا غرزتين في بداية المجموعة برضو بنفوت غرزتين في نهاية المجموعة، وعدد العواميد هنا عندي 8 عواميد، وفضل عندي هنا آخر عمودين مش هشتغل فيهم. بعد ما بخلص العمود رقم 8 بشتغل 2 سلسلة، 1 2، وبلف الخيط واروح على طول على الفراغ الموجود هنا وبشتغل غرزة عمود، بعدها 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، بلف الخيط داخل نفس الفراغ بشتغل عمود، بعدي 2 سلسلة، 1 2، وبلف الخيط واروح على طول على المجموعة اللي بعدهم وكرر فيها نفس الخطوات، بفوت اول غرزتين عمود، 1 2، بروح على طول على العمود التالت وابدأ اعد،
2 واكمل لحد ما اوصل للعمود رقم 8. خلصت الثمان عواميد، وهنا في عندي في بداية المجموعة في 2 عمود، وهنا برضو في نهاية المجموعة في 2 عمود ما اشتغلتش فيهم، عدد العواميد 8. بعد العمود رقم 8 2 سلسلة 1 2، بلف الخيط واروح على طول على الفراغ اللي بعدهم اشتغل غرزة عمود واحدة، بعدها 6 سلاسل 1 2، الف الخيط في نفس الفراغ هشتغل عمود، بعدي 2 سلسلة 1 2 زي ما بدأت هنا ب2 سلسلة. بعد العمود الثامن هنا برضو قبل ما اروح على المجموعة اللي بعدهم 2 سلسلة، وابدأ افوت اول عمودين، اروح على الثالث واشتغل العمود رقم 1 واعد لحد العمود رقم 8 واكرر. نهاية الراوند اخر حاجة في الفراغ عمود 6 سلاسل عمود، بعدهم 2 سلسلة، واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. الراوند اللي بعديه 8 عواميد دول هنخليهم 4، وبرضو هنفوت اول 2 عمود واخر 2 عمود. هنا بعد المنزلقة في السلسلة الثالثة منزلقة في العمود اللي بعدها، وبعدين منزلقة في العمود الثالث، ارتفع ب3 سلاسل، وده العمود رقم 1، اللي بعديه 2، اللي بعديه 3، واللي بعديه 4. بعد العمود رقم 4 هشتغل سلسلة واحدة بس، وهروح على طول على الفراغ الموجود هنا. ناخد بالنا مش هشتغل في الفراغ الصغير الموجود هنا، لا، هروح على طول على الفراغ الواسع الناتج عن ال6 سلاسل، وهشتغل فيه 12 غرزة عمود. 1 2، خلصت 12 غرزة عمود داخل الفراغ الناتج عن ال6 سلاسل، بعدها سلسلة واحدة بس زي ما هنا في قبلهم سلسلة، برضو بعد المجموعة بعد العمود رقم 12 لازم في سلسلة واحدة، ألف الخيط وأروح على طول على مجموعة ال8 عواميد، أخليهم 4 عواميد، هفوت أول عمودين 1 2، أروح على طول على التالت وأشتغل 1. خلصت ال4 عواميد بعدهم سلسلة واحدة بس، هروح على طول على الفراغ الواسع الناتج عن ال6 سلاسل واشتغل 12 عمود. بعد العمود رقم 12 سلسلة، واروح على مجموعة ال8 عواميد اخليهم 4، بعدها سلسلة واحدة، واروح على الفراغ 12 عمود، بعديه سلسلة واحدة، ونكرر. في نهاية الراوند بعد العمود رقم 12 هشتغل سلسلة واقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. هبدأ في الراوند اللي بعديه، الراوند الاخير للاطار، وعاوزة اوصل للعمود الثالث، فبعد ما اشتغلت منزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة هروح على العمود الثاني منزلقة، وهنا في العمود الثالث هروح عليه على طول واشتغل غرزة حشو. اوكي، بعد غرزة الحشو في العمود الثالث سلسلة، وهبدأ الف الخيط واروح على طول على مجموعة ال12 غرزة عمود، وهبدأ على طول بالعمود رقم 1. ناخد بالنا ده هنا حرف الفي للعمود رقم 1، وهشتغل فيه غرزة عمود. بعد غرزة العمود هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، ال3 سلاسل دول هيبقوا العمود رقم 1، هلف الخيط وفي الفراغ الموجود هنا اللي قبل غرزة العمود اللي اشتغلتها في العمود الاول، في الفراغ اللي قبلها على طول هكملهم، وهشتغل العمود رقم 2 3 4. اوكي، فبقى عندي كده 4 عواميد بما فيهم ارتفاع ال3 سلاسل. بعدهم على طول بعد العمود الرابع مفيش سلسلة فاصل ولا اي حاجة خالص، هفوت غرزتين عمود 1 2، واروح على العمود الثالث اكرر فيه نفس الخطوات، اشتغل غرزة عمود واحدة، بعدي 3 سلاسل، 1 2 3، الف الخيط وهنا في الفراغ اللي قبل العمود على طول هكملهم 4، فهيبقى 2 3 4. اوكي، بعد العمود الرابع على طول هلف الخيط وهفوت غرزتين عمود 1 2، في العمود الثالث هشتغل عمود 3 سلاسل، الف الخيط في الفراغ الموجود هنا اكملهم 2،
بعد العمود الرابع ألف الخيط وأفوت غرزتين عمود واحد اتنين العمود التالت عمود. كده بقى عندي 4 بتلات، 1 2 3 4، لازم أكملهم 5، فهكمل برضو بنفس التسلسل بالظبط. بعد العمود الرابع هلف الخيط وهفوت غرزتين العمود الموجودين هنا. ناخد بالنا أنا خلاص اشتغلت هنا، فاضل هنا عندي غرزتين عمود هفوتهم واروح على طول على الفراغ الناتج عن السلسلة واشتغل فيه عمود. 3 سلاسل، ألف الخيط وهنا في الفراغ اللي قبل العمود ناخد بالنا. اوكي انا كده تشكل عندي 5 بتلات هنا في المجموعة الموجودة هنا، 1 2 3 4 5. خلاص خلصت الجزء ده، هروح على طول على مجموعة ال4 عواميد، وزي ما بدأت هنا بالظبط هفوت اول عمودين اوصل للعمود الثالث واشتغل فيه حشو. بعد غرزة الحشو في العمود الثالث سلسلة، الف الخيط اروح على مجموعة ال12 عمود، اول غرزة عمود هشتغل عمود، 3 سلاسل. بعد العمود الرابع الف الخيط وافوت غرزتين عمود، دايما دايما عينيكي على حرف الفي، 1 2. العمود التالت اشكل البتلة التانية، بعد البتلة التانية هكمل 1 2 3. خلصت البتلة الخمسة، 1 2 3 4 5. اوكي بعدها هروح على مجموعة ال4 عواميد، 1 2 هفوت اول عمود في التالت حشو سلسلة، الف الخيط واروح على مجموعة العواميد اللي بعدهم واكرر نفس الخطوات. وصلت لنهاية الراوند وتشكل عندي 5 بتلات. بعد البتلة الأخيرة هروح على أول غرزة حشو بدأت بيها وأقفل فيها بغرزة منزلقة. بعدها هقص الخيط واشتغل غرزة سلسلة وانهي الشغل. كده احنا خلصنا شغلنا. بشكركم جدا جدا للمتابعة، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.